اندلعت اشتباكات عنيفه اليوم بين السلفيين ومسلحي جماعه انصار الله في منطقه معبر بمحافظه ذمار واوضحت مصادر محليه ان الاشتباكات التي اندلعت عقب هجوم على طقم عسكري اسفرت عن سقوط ثلاثه جرحى من مسلحي انصار الله مشيره الى ان مسلحي الجماعه حاصروا مقرات السلفيين وبداوا في مهاجمتهم بعد رفضهم تسليم المهاجم الذي احتمى بالسلفيين ما زاد من الاحتقان وتفجير الوضع لتندلع الاشتباكات والتي استخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة يشار إلى أن الطرفين وقعوا وثيقة اتفاق للتعايش عقب سيطرة مسلحي أنصار الله على محافظة دمار